ينضم إلينا من دبي دكتور أحمد طقش، خبير الموارد البشرية. دكتور أحمد، معضلة الذكاء الاصطناعي قديمة ومعقدة ولها تفصيلات كثيرة. كخبير في الموارد البشرية، كيف تنظرون إلى مشكلة الذكاء الاصطناعي، وما هي برأيك تأثيراتها السلبية على البشر؟ مساء الخيرات للغد مساء. العربي، شكرا لهذه الاستضافة. والله هو موضوع إشكالي وكريستالي، يعني أي إجابة الآن سوف أنا أنطق بها تختلف باختلاف الزمان والمكان. ما يصح في أوروبا الجواب نهائيا ما سوف أقول لك خطأ في العالم العربي، ما أقوله بالنسبة للعالم العربي غير، يعني على حسب تقدم هذه الأمة أو هذه الدولة. نعم نعم نعم، بشكل كبير وواضح وضخم، ويزداد يوما إثر يوم تأثير الذكاء الاصطناعي في الحياة البشرية. نعم، في المستقبل القريب عندهم وليس عند معظم العرب والمسلمين سوف يحل الروبوت مكان الإنسان في مجموعة كبيرة جدا من الوظائف، ولكن هذا يختلف باختلاف البلد. لا ينطبق هذا الكلام أنه غدا صباحا في العالم العربي لن يكون هذا التأثير سلبي نهائيا. طيب، يعني لو أردنا أن نتحدث عن مثلا دول الأوروبية، في التقرير ذكرت بريطانيا بلد متقدم، ألمانيا أيضا دولة صناعية. هذه الدول التي تهتم بالتكنولوجيا والأبحاث العلمية، كيف سيكون انعكاس الذكاء الاصطناعي سواء سلبا أو إيجابا على مجتمعاتها؟ أصلا هم ليس لديهم شعوب بالملايين، ولكن لا تستخدم كلها في العمل. يعني دعني أبسط الموضوع لحضرة السيد المشاهد. هناك أعمال روتينية من المعيب ومن المخجل أن يقوم بها إنسان. هم ينظرون إلى الإنسان أنه قيمة عالية جدا جدا جدا. عيب أنا أن أوظف هذا الإنسان المخلوق الكبير، المخلوق الأول العظيم الذي فيه إمكانيات وطاقة كي يضع البرغي. لا، أنا أحضر ريبوت كي يضع العمل الروتيني البرغي. اما على يعني على حسب موضوع المهنه، واشتط بهم خيالهم حتى ان تصل الى مهنه الطيار، كابتن الطائره، يقود الطائره روبوت وليس انسان. تخيل، يعني هذا ايضا ما المطلوب هنا من الانسان؟ اليس يعني ما تقوله هذا يفترض بان يكون كل شخص موجود في هذه الدول على مستوى عالي جدا من الذكاء والطاقات الذهنيه حتى يستطيع ان يتماشى مع كل ما يحدث حوله من ثورات علميه؟ أحسنت وأجدت. من شاور الرجال استعار عقولهم. الآن هم يستعيضون يعني 10 20 30 عالم عبقري، يضعون عبقريتهم في نظام حاسوبي عظيم، يبثون هذا الروبوت في كل دول العالم التي تستطيع شراءه. كل كلمة في دقة، كل دولة تستطيع شراء هذا الروبوت، يحل مكان الإنسان غير المتقدم. إذا يوجد لدينا إنسان متقدم يستطيع هو أن يقوم بمهمة متقدمة، مهمة جدا يقوم بها الإنسان. أما المهمات، ونعود لجوابي السابق، الروتينية لا تستحق أن نضع لها إنسان روح وجسد وقلب وعمر وراتب شهري، نضع عليها روبوت. الآن أعطيني مثال تطبيقي أفهم فيه. لا نستطيع أن نقوم بالمرشد الأسري، المرشد التربوي، المرشد إلى آخره، المهنة التي بحاجة إلى ابن جيران هذا الموضوع، اللي هو الذكاء العاطفي. لدينا ذكاء عقلي وذكاء عاطفي، قلبي ووجدان ومشاعر، ولست أدري كل هذه الحكاية. بعيدا عن موضوعنا، موضوعنا الآن هم في الغرب يطورون الذكاء الصناعي حتى أصبح يستولي على معظم حياتهم، والآن ينتقل هذا تباعا إلى بلدان العربية. دققي معي، على حسب تطور كل بلد. بلدان فيها نسبة الأمية 50% من عدد السكان الشعب أمي، ماذا يفعل الروبوت هنا؟ يعني هناك بعض الدول حتى الآن تعاني من انقطاع الكهرباء ومن مشاكل كثيرة، بالطبع لا تتمكن من استخدام هذه التكنولوجيا. إذن هذا مستحيل. يعني حتى نلخص الموضوع، اليوم يتم بالذكاء الاصطناعي استخدام البشر يعني لا يستخدم البشر التطبيقات والبرامجيات، وإنما البرامجيات والبشر يكونون على مستوى واحد ويعمل في فريق عمل واحد. أحسنتي، ويجب أن يرتفع الجميع. يعني كل هذا كما أقول دولة الإمارات العربية المتحدة، لأنها لا تعيش في الماضي، دولة الإمارات لا تعيش في الحاضر، دولة الإمارات العربية المتحدة تعيش في المستقبل. من أجل ذلك خصصت وزيرا للذكاء الصناعي لاستجلاب وتطوير هذه المعارف التي لا بد منها.
كما وزعنا الآن العالم العربي والإسلامي ربما إلى نوعين، نوع كما تفضلت ليس لديه تيار كهربائي، ليس لديه ماء، ليس لديه تعليم، بطالة، عنوسة، أمية إلى آخره، هذا مو موضوعنا. الشعوب المتقدمة ومنها قليل جدا من البلدان العربية التي تشبه بعض المناطق الأوروبية، البلدان الأوروبية بحاجة ماسة إلى هذا التطور التقني. الآن لدينا المحرر الإلكتروني، الشرط الإلكتروني إلى آخره، كله إلكتروني إلكتروني، على حسب كما بدأت في السؤال في الجواب الأولاني، طبيعة الزمان والمكان تختلف. حتى البلدان المتخلفة يقولون لك سوف نعهد بالبدء بمشروع استراتيجية الذكاء الاصطناعي، ناس بيقولوا 2050، دول 2040، دول 2030، نعم. وفي دول 2020. أشكرك جزيلا من دبي دكتور أحمد طقش خبير الموارد البشرية، شكرا لك.